بسم الله الرحمن الرحيم. Today we'll start the lecture about how to read in Ethiopian. إن شاء الله وعدكم بعد تراجعوا المحاضرات دي كويس إن شاء الله you can read in Ethiopian with an accuracy على قد مستوى طالب سنة ستة. حتى الحالات الصعبة تقدروا توصلوا في الاي سي جي الى دايجنوزز 90%. طبعا لازم يبقى في ناس عندها معلومات اكتر، عشان كده ما عندنا طلبة سنة ستة، عندنا دبلومة، عندنا ماجستير، عندنا دكتوراه. We have four parts in ECG. Part one, we'll discuss the ECG machine, leads, paper, and the normal PQRST complex. PQRST complex, G, is component of each complex in the ECG. Part two, we'll discuss the morphology and the duration. We'll discuss the atrial enlargement of ventricular enlargement, the PQRST intervals, أهمهم PR interval, QT interval, QRS duration. هنتكلم على البند برانش بلوك، الرايت باندل والليفت باند برانش بلوك. هنتكلم عن ventricular pre-excitation وهنفهم يعني ايه ventricular pre-excitation. هنتكلم على الventricular beat شكلها ايه، وهنتكلم على QRS axis. Part 3 we'll discuss myocardial ischemia, injury and infarction. Part 4 هنتكلم في how to calculate heart rate and what is the normal and abnormal cardiac rhythm. Part 1. This is the ECG machine. طبعا احنا عندنا اجهزة رسم قلب اشكال مختلفة. ده مثال لأحد اجهزة رسم القلب، بس كلهم مشتركين ان عندهم 10 كيبلز، 10 أسلاك بيخرجوا من جهاز رسم القلب. 4 for the upper and lower limbs، وليهم ألوان ثابتة، الأخضر على الرجل الشمال، الأصفر على الدراع الشمال، الأحمر على الدراع اليمين، والأسود على الرجل اليمين. وعندنا 6 كيبلز for the chest، وليهم أماكن ثابتة زي ما قلنا، الأخضر عند الرجل الشمال، أصفر، أحمر، أسود. احفظهم بالبرتقانة، أول ما بتخرج البرتقان بيبقى جرين، بعدين بيبقى يلو، وبعدين بيبقى برتقال بدمه، وبعدين بيقعد عند الراجل لغاية ما يبقى فاسد ويبقى اسود. احفظوا بالبلحة الرامخ، لونها اخضر، وبعدين بلح بيبقى اصفر، واحيانا بلح بالاصفر بيحمر، او في بلح احمر بيظهر فترة وبعدين بيتخلل، حط فيه خل ويبقى البلح اللون اسود. بعد كده عندنا البريكورديال ليدز، بنحط V1 fourth space to the right of the sternum، V2 في fourth space to the left of the sternum، وبعدين بنحط V4 في fifth space microvicular line، وبعدين بنحط V3 بنحطها بين V2 و V4، وبعدين بنحط V5 عند anterior axillary line، anterior fold of the axilla، و V6 في mid axillary line، بشرط
in V4, 5 and 6 at the same horizontal level. احيانا بنحتاج نسجل الECG to the right of the stern. الناس اللي عندهم dextrocardia وعندهم right ventricular enlargement هنعرف الكلام ده بعدين، بس هنحط الالكتروز فين؟ نفس الاماكن بالظبط اللي هي على left side، حطها on the right side. V4 microclavicular line fifth space. V6 V5 at the same horizontal level of V4. This is the anterior fold of the axilla, and this is the anterior the side of V5, and this is the mid axillary line, and this is the side of V6. Then the ECG leads. ايه هي تعريف الليد؟ الليدز are electrodes which measure the difference in the electric potential between either. هقيس فرق الجهد بين نقطتين. لو كانوا two different points in the body بنسميه bipolar leads، زي بين دراعين، بين دراع ورجل بنسميه bipolar leads، او between a point on the body and a virtual reference point of zero potential. وهنشرح لكم ازاي جبنا نقطة zero potential على جهاز الـ ECG and the difference between zero and a point in the skin بنسميه unipolar lead. Ian Sovin الراجل اللي انا بحترمه جدا اللي بدأ يفكر لما لقى في فرق فولت بين الدراع والدراع، بين الدراع والرجل، عمل مثلثه الشهير اللي سماه اين سوفن تراينجل اللي بيكون ليد 1 وليد 2 اند ليد 3. ليد 1 هو فرق الفولت ما بين الرايت ار اند ليفت ار. خلي بالكم من السهم ده، السهم ده بيقول لنا ان الكهرباء ماشيه ما بين الرايت and left arm in the direction of the left arm. يبقى الكهرباء لما تكون جايه ناحيتي وانا واقف عند الدراع الشمال يبقى الكهرباء تبقى جايه عندي بوزيتيف، والكهرباء اللي ما بين الدراع الشمال والرجل الشمال ماشيه in the direction of the leg، وبين الدراع اليمين والرجل ما ماشيه in the direction of the leg. ده اللي احنا بنسميه الستاندرد ليمب ليدز. الستاندرد ليمب ليدز دول مفروض ان هم بيبقوا فرونتال بلين. الساجيتال بلين والاكس والواي ما بنستعملهمش. طب تعالوا بقى نشوف المعادله الجميله دي بقى. يبقى ليد 1 ده بيساوي ايه؟ بيساوي الليفت ارم ماينس الرايت ارم، اند ليد 2 يساوي lower limb minus right arm. لي 3 lower limb minus right left arm. هنعمل معادلة جميلة بقى لما نحط 1 + 3. 1 + 3، طب تعالوا نفنطهم، يبقى ال 3 بتساوي lower limb minus left R، صح اللي هو ده، زائد 1 اللي هو ايه؟ يبقى زائد الليفت ارم ماينس رايت ارم. طب لو انا شلت دي بالماينس ودي بالبوزيتيف هيفضل لنا ايه؟ هيفضل لنا ليد 3 بلس ليد 1 ايكوال لوور ليم ماينس رايت ارم اللي هم دول. اذا اللور ليم ليد 3 بلس ليد 1 ايكوال ليد 2، صح؟ وبالتالي قدرنا نقول ان احنا ليد 3 بلس ليد 1 ماينس ليد 2
equal 0, which is the virtual point اللي هو قدر يعملها في جهازه وخلى هذا الجهاز يسجل 0 electrical potential within the machine. ومن هذه الزيرو potential قدر ياخد سلك تاني منها ورايح بيه على الايه؟ على الليفت ارم. يبقى ده هيعمل لي ايه؟ يوني بولر ليد. يوني بولر ليمب ليد. وبالتالي هذا اليوني بولر ليمب ليد اللي هو حطه هنا ده هرسم له ويف، بس انفورشنتلي الويف دي طلع الامبليتيود بتاعها صغير، فبالتالي محتاجه مور اوجمنتيشن، فراح مسميها اوجمنتد يوني بولر ليمب ليد. لقى واحد عند الدراع الشمال، واحد عند الدراع اليمين سميها AVR، واحد عند الرجل سماها AVF. يبقى انا عندي دلوقتي الستاندرد ليمب ليد اللي هو ليد 1 احنا قلنا عليه، وليد 2 وليد 3، ودول فهمناهم كويس. بعد كده عمل لي الثلاثه الاوجمنتد ليمب ليدز اللي هو A means augmented voltage L augmented voltage and the left upper limb, augmented voltage and the right upper limb, augmented voltage and the left foot. يبقى عندي ثلاثة standard limb leads وثلاثة augmented limb leads. من هذا المنطلق برضو خد هذا السلك اللي عند الزيرو بوينت وطلع بيه على الشست، يبقى الفولتج اللي ريكوردد عند V1 2 3 4 5 6 ده يوني بولر ليد. إذن الاي سي جي ليدز اللي هم 10 كيبلز طلعوا لي 12 ليد، 3 ستاندرد ليمب ليدز باي بولر 1 2 3، 3 اوجمنتد يوني بولر ليمب ليدز اي في ار اف ال اف اف، اند 6 يوني بولر بريكورد ليدز في 1 2 3 4 5 6. طب البريكورد ليدز والليمب ليدز دول معناهم ايه؟ دول معناهم كاميرات انا ببص بيها على القلب، عشان كده بقول ان الاي سي جي ده عباره عن المرايه اللي بتبص بيها على قلب العيان. لو المرايه دي قالت لك الاي سي جي ده نورمال، يبقى غالبا العيان ده نورمال، بس احتمال يبقى في عنده سيريال ديزيز، احتمال عنده مايوكارديال انفاركشن ونورمال اي سي جي، بس لما تلاقي ابنورماليتي ان ذا اي سي جي يبقى يو هاف تو كونسيدر the symptoms of the patient. طب تعالوا نشوف الكاميرا دي بتصور ايه. احنا قلنا دلوقتي V1 and V2 دول البريكورديال ليدز، V1 and V2 دول بيبصوا من على الهارت من ناحية الرايت سايد عشان نشوفوا السبتا الاكتيفيشن وهي جاية ناحية V1 و V2، and V3 4 دي الكاميرا اللي بتبص على الـ anterior wall of the heart. V5 and 6 دي الكاميرا اللي بتبص على الـ lateral aspect of the heart. الكاميرا اللي بتبص على الـ lateral aspect of the heart دي في كاميرتين، كاميرا بتبص من تحت lower lateral، وكاميرا بتبص من فوق اللي هو الهاي لاترال اللي هي عبارة عن ليد 1 and AVL. and في كاميرا بص من تحت عند inferior wall of the heart اللي هما ليد 2 3 و AVF. نرجع نسميهم ازاي؟ V1 and V2 الكاميرا دي بتبص على السبتال اكتيفيشن، ان الكهرباء اول ما بتمشي
بتمشي في السبتم toward the right ventricle then to the left ventricle. يبقى الكهرباء اللي جاية بتاع السبتم دي بتظهر عندي فين؟ V1 and V2، عشان كده بسميهم septal leads. الكهرباء اللي بتيجي على anterior wall of the heart بتظهر في V3 and V4. الكهرباء اللي عند lateral aspect of the heart بتظهر عند V5 and V6. طيب احنا هنسجل رسم القلب، يبقى لازم ابقى عارف الورقة اللي هيتسجل بيها ده شكله ايه. زمان اول ما كنا لسه صغيرين ما كانش في عندنا غير السنجل تشانل اي سي جي. ده السنجل تشانل اي سي جي ده كان بيرسم ال 12 ليدز دول سيكوينشالي ورا بعض، ليد 1 2 3 then اف ار اف ال اف اف then في 1 2 3 4. فاصبحنا كنا بنمسك ورقه نعنا تجيب يمين وتجيب شمال، تجيب يمين وتجيب شمال، حاجة تدوخ عشان تبص على الورقة، لأن أنت كل ما بترسم مجموعة من الـ QRS complex اللي بتظهر بتظهر بعديها تشينج الإيه الإلكترود الليدز اللي بعديه الليد اللي بعديه الليد اللي بعديه. وكنا زمان بتبقى مانيوال، يعني أنت تفضل ترسم QRS وبعدين توقف وبعدين ترسم الليد اللي بعديه، حاجة تعل. فكانت الورقة ممكن يكون طولها مثلا يجي 70 سنتي 80 سنتي وانت ماسك الورقة كده عشان تقعد تقرا فيها، صعب قوي. فبدأوا يعملوا 3 channel ECG. 3 channel ECG ده هو أكتر ماشين مستعملة دلوقتي، اللي أولا هي بتوضح لك كويس أوي اللي أنت عايزه، سعرها أحسن، البيبر بتاعتها أرخص من اللي بعديهم اللي هقول لكم عليهم دول، وعشان كده هي اللي اكثر شيوعا، وهقول لكم كل واحده افادتها. ليد 3 شانل اس جي ده 3 شانلز دول عباره عن ليد 1 2 3، دول بيتسجلوا سيمالتينيسلي مع بعض، وبعدين الجهاز بيقلب يسجل اي في ار في ال في اف، وبعدين الجهاز يقلب يسجل في 1 2 3، جهاز يقلب يسجل في 4 5 6. شايفين ورقة منظمة ازاي؟ وبيرسم مجموعة معينة، هو ظابط نفسه على تايم معين يرسم وبعدين يعمل بعديه الشفت. ظهر بعديها السكس تشانل اس جي. السكس تشانل اس جي ده دمسته ايه؟ دمسته ان هو بيسجل لك من فترة اطول. شايفين ده كان بيسجل مثلا 3 سايكل او تايم معين يقف، ده التايم ضعفه، فبيسجل ليد 1 2 3 في ار في ال في اف وبعدين في 1 2 3 4 5 6. دمسته ايه عن الاولاني؟ انه بيديني تسجيل فترة أطول لكل ليد، وبالتالي لو أنا عندي أي abnormality في الريذم بتاعي هتبان أحسن. وهم عملوا 12 channel ECG. هذا 12 channels ECG ده عبارة عن مسجل ليد 1 2 3 في R في L في F في 1 2 3 4 5 6. ده جميل جدا لان هو بيديني فترة اطول في كل ليد عشان لو عندي اي اريزميا سهل ان انا اعرفها. لما اكون بستعمل 3 channel ECG ده وعندي اي اريزميا abnormality في الريزم، فانا عايز اعمل اسجل فترة طويلة، هذه الفترة الطويلة اللي بسجلها دي برسمها جزء، بختار اقول له يا جهاز اختار ليد 1 2 3 واعمل لي منهم قطعه طويله قد ديه، بسميها ريزم ستريب، هنوريها لكم ان شاء الله واحنا بنتكلم. طيب تعالوا نشوف الورقه دي اللي هي 3 شانل اس جي بنحطه ازاي. هنلاقي ان احنا بنسجلهم ليد 1 2 3
if you r of l of f v 1 2 3 4 5 6 نحط المسميات v 1 2 سميناهم سيبتال ليدز دول سميناهم anterior leads دول سميناهم lateral leads دول هاي lateral ودول low lateral بس كلهم سميهم lateral leads يعني معناها أي changes في المجموعة دي يبقى دي lateral changes حاصلة في الـ CG دول خضر دول سميهم الـ inferior leads 2 3 and EVF خلصنا دول كلهم الـ 12 لا فضل واحدة ما حطيناهاش أي مسمى دي معناها إنها مش مهمة تصدقوا دي مهمة جدا 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 وهقول لكم ليه ولازم تعرفوا ليه أنا مش عايز أعقد لكم الأمور لكن لازم تعرفوا إن هي دي بسميها نان يعني لا تعبر عن منطقة معينة في الهارد ولكن ليها صفة هائلة مهمة جدا إن هي الكهرباء بتنتشر منها الكهرباء بتطلع منها الكهرباء ماشية in the direction of the axis وطلع من AVR وماشية في اتجاه ليد 2 يعني AVR دي كل حاجة فيها تسجل تكون نيجاتيف البي نيجاتيف والاس نيجاتيف والتي نيجاتيف هنشوف كل الكلام ده ودي أهمية AVR دي أهمية كتير شايفين ده الايه ليد 1 2 3 AVR L F V1 2 3 4 5 6 شايفين lead 1 2 3 if r of l of f v 1 2 3 4 5 6 دول اسجهات فيها abnormality ولكن بصوا هنا عشان تاكدوا ان احنا موصلين صح ان البي نيجاتيف والكي ار اس دي كومبلكس نيجاتيف والتي نيجاتيف شايفين هنا lead 1 2 3 if r شايفين if r نيجاتيف 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 يبقى انا الاس جي بتاعي كده متوصل صح التايمينج على الاس جي الكلام ده هنقوله هنا وهنعيده تاني لما هنيجي نتكلم على how to calculate the heart rate ورقه رسم القلب بتاعتنا عمل زي ورق رسم البياني اللي كنا بنعمل بيه الخرايط زمان خمس مربعات صغيرة في خمس مربعات صغيرة وحواليهم خط أتقل شوية وكل خمس مربعات ممكن في بعض الورق يبقى عليهم ماركر صغير هنا يبقى كل مربع صغير يبقى واحد مليمتر وكل خمس مربعات صغيرة يساوي خمسة مليمتر الورقة بتمشي بسرعة ثابتة السرعة دي 25 مليمتر بير سكند يعني كل خمسة الورقة سرعتها وهي ماشية كل 25 مليمتر زي دول يمشوا في ثانية ده لو الورقة ماشية بالسرعة التقليدية طبعا احنا مش عايزين نعقد لكم الدنيا ولكن احيانا بنحب نمشيها بسرعة 50 عشان نوضح الويفز اللي في الكيو ار اس اكتر فساعتها بنمشيها ب 50 لكن اليوجوال اللي احنا ماشيين عليه والستاندر ان احنا الورقه ماشيه بسرعه 25 ملم بير سكند وبالتالي كل ثانيه تعدي عليا تساوي 25 ملم كل 25 ملم اشوفهم على الورقه يساوي 1 سكند طب الخمسة مليمتر دول بس يساوي دي 0.2 خمس ثانية أو 200 ملي سكند طب المربع الواحد الصغير اللي زي ده هيساوي ايه 0.04 سكند نركز نعرف عشان هنستفيد again دي الويف اللي هتطلع لنا في رسم القلب الويف دي هنقولها ونشرحها بالتفصيل بس نعرفها في الاول عبارة عن بي ويف بي ار سيجمنت ايزو الكتريك كيو ار اس كومبلكس
اول نيجاتيف ويف بنسميها كيو، اول بوزيتيف ويف هنا بنسميها ار، اول نيجاتيف ويف بتيجي بعد الار بنسميها اس، وبعدين يبقى عندنا اس سيجمنت ايزو الكتريك، وبعدين عندنا تي ويف واخده نفس الدايركشن بتاع كيو ار اس، بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. وتتميز النورمال تي ويف ان هي اسيمتريكال، يعني طلوعها غير نزولها، واحيانا بتظهر اليو ويف. هنعرف شويه مسميات من بدايه البي الى بدايه الكيو بنسميها بي ار انترفال، من نهايه البي الى بدايه الكيو بنسميها بي ار سيجمنت، من بدايه الكيو الى نهايه الاس بنسميها كيو ار اس انترفال، من الاس لبدايه التي دي الاس تي سيجمنت، من بدايه الكيو الى نهايه التي سميها كيو تي انترفال. نفكركم تاني ان كل ملي في الديوريشن بيساوي 0.04 سكند لما نكون بنشتغل على 25 مليمتر بالسكند، وكل 5 مليمتر بيساوي 0.2 سكند. طب اتكلمنا عن الديوريشن، طب ايه اخبار الامبليتيود؟ اخبار ده كل 1 مليمتر بيساوي 0.1 ملي فولت، يبقى كل 10 مليمتر بيساوي 1 ملي فولت. Again, one small square equal 0.04 second. One large box 5 millimeter equal 0.2 second. Five large boxes squares, five large squares equal 1 second, and 300 large boxes equal 1 minute duration. Again, large box, large square, 0.2 second, 10 millimeter equals 1 minute. طيب انا عايز اعرف لو انا دلوقتي جيت اقول ان انا عايز، فاكرين لما كنا بنرسم خريطة مصر دي كلها على ورقة؟ هي مصر دي كلها نقدر نحطها على ورقة، ولكن كنت باجي اقول ان عندي مقياس رسم كذا الى كذا، يعني كل مربع او كل سنتي برسمه على الخريطة يساوي مئات والاف الكيلومترات، يبقى انا عندي مقياس رسم، هو ده اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنسميه كاليبريشن ماركر. كاليبريشن ماركر ده بيقول للجهاز او الجهاز اللي بيقول لي ان احنا لما بلاقي الفولت نورمال، وبتكلم على كاليبريشن ماركر اللي هو 10 سمول سكويرز، يبقى ده الستاندرد، ده النورمال، يبقى النورمال معناه ان كل 10 امبليتيود 10 مليمتر امبليتيود equals 1 ملي فولت، ده الستاندرد بتاعي. يعني لو انا بتكلم على الستاندرد ده ولقيت دول 14 مربع صغير، طب لو انا عملت الكاليبريشن ماركر ده نص، يعني عملت تصغير للنص، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 7 مربعات. ولو عملت الكاليبريشن بتاعي الضعف هيطلع لي 28 مربع. طب هو امتى بستعمل ده وامتى بستعمل ده؟ لما يكون الجهاز شاف ويف كبيره طالعه بره الليمت، والابره بتاع جهاز رسم قلم بتخبط فوق او تحت بره الرينج بتاعي، يبقى الجهاز ساعتها هيقول لي لا انت محتاج تصغير عشان الويف تظهر عندك كويس، او ان الويف تبقى صغيره قوي وانا اعمل لها تكبير عشان اقدر احسبها كويس. ده مهم جدا، لان انا لو انا كان عندي التكبير، لو انا قست امبليتيود ده ما اقولش ان هم دول 28، لا هم اكشوالي كام؟
14. ولما اشوف دور 7 وكاليبريشن نص يبقى ده ايه؟ معناه ان هما مش 7 هما 14، لان احنا لما هنيجي نتكلم ازاي بنحسب الليفت فنتركولار انلارجمنت هيبقى مهم جدا المعلومه دي، لان لما الاقي الويف عباره عن 10 وهي فيها تصغير هما 20، فالاي سي جي يبان كانه نورمال لكن هو اكشولي هو فيه تصغير فيبقى 20، يبقى اقدر احسب منه الايه ان هما 20 واحسب الفولتج كريتيريا اللي هنقول عليها. هنا عندنا معلومة مهمة جدا عايزين نقولها تاني، واحنا قلناها في الاول، ان الويف وهي جاية ناحيتي بترسم بوزيتيف ويف، وهي بتبعد عني ترسم نيجاتيف ويف. بمعنى لما اكون انا واقف هنا والويف ماشية في اتجاهي in the direction of the recording electrodes it will record a positive wave. اما اكون انا بسجل away from the direction of the depolarization of the activity يبقى this is the induce this induces a negative wave. تعالوا نشوف ال wave forms وال internals تاني. احنا قلنا ال baseline B wave B R segment Q R S ST T wave baseline PR interval from the start of the B to the start of the Q, from the start of the Q to the end of the T is QT interval, and this is the QRS complex duration from the start of the Q till the start of the S, and this is a PR segment and this is ST segment, it should be isoelectric. Normal conduction. Normal conduction starts from the SA node, interatrial pathway to the AV node, the AV node to the His bundle, which is divided into right bundle and left bundle, and the left bundle has anterior fascicle and posterior fascicle, both ended by Purkinje fiber that activate the ventricle. The activation started from the SA node, which started depolarization of the ventricle. Then the conduction through the AV node. أهميتها إيه الAV node دي؟ سبحان الله، ربنا بيبطئ الكهرباء فيها. قبل ما توصل للفنتكل، لغاية ما الاتريوم يبقى able to contract and pushing the blood into the left ventricle، والكهرباء بتمشي بسرعة من AV node للهيس باندل، خلصت الكهرباء، الاتريوم خلص الامتنج بتاعه، هيبدأ يحصل الventricular activation، عملت البيكر اس تي، عملت الventricular depolarization، هذا الventricular depolarization followed by الventricular repolarization اللي هو هيظهر على الاس جي عبارة عن اس تي ان تي ويف تشينجز. هيجي لنا سؤال، طب الاتريال ديبولاريزيشن لما عمل البي ويف فين الاتريال ريبولاريزيشن؟ الاتريال ريبولاريزيشن حصل في نفس وقت الكي ار اس كومبلكس هنا، فما ظهرلوش اي اكتيفيتي ظهر عندنا، فبالتالي ما عندناش حاجة تبريزنت اتريال ريبولاريزيشن. تعالوا بصوا على الاكشن بوتنشال، لو انتوا فاكرين شايفين اكشن بوتنشال بتاع اس اي نود بتبدا عند بدايه البي ويف، فبتيجي الاكشن بوتنشال الاتريال ماسلز وبعدين الاي في نود والكومن باندل بتاع الباندل اوف هيس والباندل برانشز، كل دول بينتهوا البركنج فايبر، كل الاكشن بوتنشال كل دول من اول اس نود لغايه البركنج فايبر تنتهي عند الاي بي ار سيجمنت، وبكده يبدا الفنتريكولر اكشن بوتنشال اللي هيظهر عند هنا
على هيئة الفنتركلر ايه كومبلكس اللي هو البي كيو ار اس تي كومبلكس، وبعدين كمالة الاكشن بوتنشال بقى بتاع الفنتركل تكون الفنتركلر ريبولاريزيشن اللي هو الاس تي ان تيوب تشينجز. نرجع نقول المسميات تاني تيرز هنا بيز لاين بي ويف بي ار انترفال بي ار سيجمنت كيو ار اس اس تي تي كيو تي انترفال بي ار انترفال كيو تي انترفال كيو ار اس كومبلكس. يبقى تاني البي هي الاتريال ديبولاريزيشن، هنا معلومه جديده بقى نقولها لكم بقى، ان البي ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف ممكن تكون باي فيزيك حسب الدايركشن بتاع الاكس بتاعها البي وهي ريكوردد في اني ليد. بعد كده كيو ار اس كومبلكس اللي هو عباره عن فنتركلر ديبولاريزيشن، الكيو هي اول نيجاتيف ويف، ار اول بوزيتيف ويف، الاس هي النيجاتيف اللي بعد البوزيتيف. بعد كده عندنا التي ويف وهي يوجوالي اسيمتريكال ممكن تكون بوزيتيف باي فيزيك او نيجاتيف ويف. طب كيو ار اس كومبلكس بقى ده نسميه ازاي؟ هل كلهم زي بعض؟ هما في قاعده بيقول لك الويف لو كان كبير حط لها كابيتال ليتر، الويف لو كانت سمول حط لها سمول ليتر. بمعنى ان انا لو انا عندي زي الاولاني ده كيو اس كومبلكس، كيو اس كومبلكس ده معناه ان الكيو والاس الاثنين كبار مفيش ار فالاثنين او مع بعض مفيهوش ار فالاثنين كبار سميناها كيو اس كومبلكس. تعالوا هنا مسميه small q منها small letter وبعدين large r فqr، هنا both are large يبقى qr، هنا qr. لو انا كتبت في التقرير qr both capital يبقى ده معناه اللي بيقرا التقرير هيفهم الاثنين كبار، لما اكتبها q small r معناه ان very large q wave and very small r. This is small, this is large, but q r s. This is r wave. This is r s. R s. Both r s. But this is large r, this is small r. This is new. This is q, sorry, no q. This is R S R dash. R S R dash. R dash means second R. R dash. R following S. R dash. And this is R S. Large R and small S. Look carefully. This is the direction of current from the negative to positive in the normal direction of lead 2. We are recording current from here and this is positive wave. And if the current is directed in this way and we are recording the current from down the apex, the wave is less positive. This is the main wave in the direction of the recording, and this wave is slightly away from the recording. If the current is recorded from the apex and the current is directed away from the recording side, this is a negative wave. And if the current is like this and we are recording current from here, this is less negative. And this is in between. If we are recording current perpendicular to the recorded side, and this induces a biphasic wave.
will explain this again when we discuss the precordial waves. Again, the PQRST has a relation to the atrial and ventricular systole. During atrial systole, atrial contraction, the atrial activity is presented in the P and PR segment. The ventricular systole starts with the R wave and ventricular diastole at the end of the T wave. Ventricular diastole is maintained throughout the atrial systole, and during this phase the atrial allow more blood, and this is known as atrial diastole. احنا هنشوف دلوقتي احنا هنسجل الكهرباء عند في واحد وفي ستة ونشوف شكلهم ايه. السبتال اكتيفيشن اللي بتحصل في اول ventricular contraction بتحصل from the septum in the direction of the right ventricle. فلو انا ببص عند V1 وبسجل V1 هتسجل لي as A as a positive wave. وحيث ال right ventricle ده صغير فالكهرباء اللي جايه له صغيرة هترسم لي wave صغيرة سميها small r. في نفس الوقت هذه الكهرباء لو انا واقف عند V6 يبقى this septal activation هتظهر عند V6 as a small Q wave بسميها septal Q. بعد كده الكهرباء هتمشي in the direction بعد ما كانت بدأت الكهرباء في اتجاه right ventricle بقيت الكهرباء هتأكتيفيت left ventricle اللي هو مليان مصل أكتر بكتير من right ventricle. فهذه الكهرباء التانية دي كلها هتظهر وأنا واقف عند V1 كهرباء بتبعد عني تعمل لي Q R R S large S wave اللي هي جاية عند V6 وتعمل لي large R wave. يبقى ال waves هنا بتمشي من V1 ل V6 بتبقى small R deep S. ال R تكبر ال R تكبر ال R تكبر ال R تكبر والاس تصغر 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 لغايه ممكن ما تختفي. في نقطه بنسميها ترانزيشنال زون اللي هي بقى الار نيرلي اد الاس. يبقى انا عندي الار بتكبر 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 والاس بتصغر 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 بتصغر. الويفز هنا عشان نعرف الترانزيشنال زون بتبقى فين اللي احنا يمكن هنستخدمها في اخر سلايد خالص هنوريكم اكزامبل واهميه بسيطه ليها دي بس عشان نبقى عارفين الويف سيكونس بتاعنا. هنا النورمال بتاعنا V1 2 3 4 5 6 ترانزيشن زون هنا عند 3 V3 اللي هي فيها ال R equal S. هنا الترانزيشن زون اتقلبت بقت هنا بقت كلوك وايز روتيشن بقت عند خمسة. عندنا هنا counter clockwise rotation فالترانزيشن زون جات عند V2. أشكركم.